سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني ديال برنامج جينيراسيون 2000 والموسم الثاني والحلقه الثانيه ديال اليوم ان شاء الله. مرحبا بالناس اللي كيسمعونا فين ما كانوا، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كدوزو تري بون ويكاند وتكونوا كتستمتعوا معنا. جينيراسيون 2000 هذا العام اون فيت سي ديفيرون بو، علاش؟ باسكو يعني كيف ما ولفتوا كنا كنجيبوا بزاف ديال لي زارتيست، سيرت بزاف ديال لي رابور اللي كانوا دازوا معنا في ليميسيون. اليوم نقدروا نقولوا انه لو كونتينو تبدل شويه، واليوم غادي يكون معنا بزاف ديال الناس وايضا ديال الشخصيات ولا ديال لي بيرسوناليتي اللي ناجحين في لي ريزو سوسيو، مجموعة ديال الانفلونسور، مجموعة ديال المؤثرين اللي غادي يكونوا حاضرة معنا. والبداية كيف ما تنقولوا، البداية غادي تكون بالهيلمان، البداية غادي تكون ب يعني واحد السيد اللي حاضر معنا اليوم. اش نقول لك، الفيديوهات ديالو، الطريقة ديالو باش كيهضر، وايضا لا فاصون كيفاش كيدوز لا فورماسيون ديالو، طريقة جميلة جدا، طريقة سلسة، طريقة أكثر من رائعة. الضيف اللي حاضر معنا اليوم هو فهد غايدي. فهد نصدق عليك أخويا، كاين جوج فهمتي في إطار التباعد، إطار التباعد الاجتماعي. ميرسي داني على لا بريزونطاسيون، صافي بليزير نكون حاضر. قرب غير شويه عندي باش نسمعك مزيان. صافي بليزير نكون حاضر معكم اليوم على بركه الله. على بركه الله، مرحبا بك فهد، وفريمون صافي بليزير انك يعني تكون حاضر معنا اليوم سيغ شاد اف ام. وكتعرف يعني اليوم كنتكلموا على لي ريزو سوسيو، كنتكلموا على التاثير ديالهم وايضا كيفاش كيقدروا انهم يامباكتي وياثروا في الناس. نقدروا نقولوا اليوم يعني انت دخلتي لهذا نسميو فوالا هذا الدومين، لانك كدير بزاف ديال الحوايج اخرى اللي غادي نتكلموا عليهم من دابا شويه. ولكن الفيديو ديالك انت ديغنيمون غدو في بيريود ديال الكونفينمون، هي فاش بديتي كدير لي فيديو ديالك ولا قبل؟ جو بونس ملي جيت درت انستغرام كان شويه الاقبال، وجا الكونفينمون اللي الناس كلشي مريح، دونك اختاريت باش نوجه واحد رسائل تكون ايجابيه للمغاربه. راك عارف هاد لافوبي اللي كيشعر به الانسان في هذيك لابيريود ملي كيكون تدود عليه. قلنا نخلي واحد الاثر طيب في نفوس الناس، والحمد لله ما خيبناش الله. الحمد لله، وكما تقول من تما يعني بداو الناس تعرفوك بزاف. واللي اللي زوين سكو نقدر نقولوا انه الطريقه اللي كتهضر بها دابا، حتى اللونغاج اللي كتهضر به واش موجه لي جون، ولا يقدروا نقولوا انه لارج بوبليك، يعني الناس كبار صغار كلشي فهم؟ هو بكل واقعية انا عندي دو لونغاج، هذاك لو لونغاج اوفيسيال اللي كتكون في الخدمه، كيفاش كتهضر مع الناس وكيفاش كتوصل الميساج، واللونغاج اللي كنعيش به يوميا مع لا فامي مع الاصدقاء، هذاك اللونغاج هو اللي كنستعمل. دونك هذاك اللونغاج يقدر يوصل لواحد الشريحه ديال الشباب اوجوردي اللي عزيز عليها شويه الفان، او ميم طون كتوصل لها واحد الرساله في اخر لا فيديو، في اخر لو ميساج. هذيك الرساله كنحاولوا لو ماكسيموم باش تكون ايجابيه ويكون واحد الوقع طيب على نفس على النفوس ديال الناس، هذا هو الهدف الرئيسي. والحمد لله كاين اقبال عند الشباب، وكاين واحد المحبه في الله تكونات، ونتمنى من الله بان باش تستمر. الله يسر الامور، بيان سور كنتمنى من الله يستمر. وكما تو دابا تي الله في البدايات ديالك، لانه يعني اليوم نقدر نقولوا يعني عندك 115000 ديال لي زابوني عندك في الباج ديالك، لي زابوني كلهم فغي، دونك ما كاينش داكشي ديال الشتاي. لا داكشي ما كاين، داكشي ديال فوالا ديال اوتو لايك وداكشي ديال الايجو عندي. لا ما كاينش، انه لو كونتوني كما تنقولوا اللي تكون تكون مزيان تيطلع شويه بشويه، غير هو رجع معاك غير لا فاسون اللي كدير بها نتايا، فكاين واحد شويه كما تنقولوا كتفلتري شويه الناس، انه كاين شويه ديال فرانكوفون فهمتي، بعض فهمتي كتستعمل ديمو ان بو بحالك. هو انا لا فورماسيون ديالي انايا اكاديميك، ما نعرف لا فورماسيون اكاديميك. انا قريت البريمير في ايكول بريفي، ولكن الكوليج والليسي كامل دوزتو في ايكول بوبليك، ايكول ديال الشعب. قريت في طلحه في الرباط، ومن بعد في دار السلام. دونك انا شو اسو دو ليكول بوبليك، ولكن مابقاش هذاك ليكول بريمير، هذيك لا فورماسيون اللي تعطاتنا في الوقت، هذيك النوسيون ديال اون بليس دو سا. انا عندي واحد 15 سنه وانا خدام في لوتيلغي، دونك يوميا تي امني باش تهضر باللغات مع هذا مع هذا، دونك داكشي اي في بارتي دو لا بيرسوناليتي. داكشي مشات الشخصيه على داك على لو فيكو، على المعاش. دونك ما غاتجيش انت تبقى تفلتري، كنهضر اوتوماتيكمون بالطريقه اللي دابا هنا كاين واحد الاشكال. الاشكال مثلا ملي كدير مع شي واحد، واش واحد كيهضر معاك اون فات، مثلا كنت كتزولو انت كتهضر بالدارجه العاديه وكيجيبك فرونسي، واش انت تي اوبليجي تجاوبو بديك اللغه اللي بوزا بك بها لا كيسيون، ولا كتجاوبو بطريقه زعما بالدارجه؟ لا هو هاد القضيه ديال الفلتر كتكون انكونسونت، كتكون في اللاوعي ديالك. الانسان اللي غيجاوبك اللي غيسولك بطريقه، راه اوتوماتيكمون خصك تجاوبو بالطريقه اللي باش سولك بها وباللغه اللي سولك بها، باش لا كومونيكاسيون دوز. كتحط راسك في بلاصتو، واحد ما كيعرفش الفرنسيه بغى يتلاقى معاه في الشارع غيسولك شي سؤال، ما يمكنش تقول لي نو مي تو سي كوا، غاتجيني تقول لي شوف صدور مع الدوره سير ليه. و كل ما مقامي ما قال كما كنقولوا.
فوالا جوستمون كيما تقولوا الواحد كيعرف مزيان يختار اللونغاج ديالو. فعلى العموم يعني في هذه غيدي باش نقربوا اكثر من الناس من لي فيديو اللي كدير دايوغ بزاف ديال لي فيديو اللي كدير. ف فوالا دونك هذا الفيديو اللي حتى هو كنلقى البوز في لي ريزو سوسيو ودرتي فيها شويه الماتيماتيك. صافا كلشي بخير كاينش مشاكل. نقولوا غتعيش 80 عام الله يطولك في العمر كنتمنى كنعيش كثر. 80 عام هي 29200 نهار هي 700800 ساعه غدوز 100000 ساعه ناس شحالك قاتلك 600000 ساعه ديباني بها تعيش بها ودير بها شي حاجه في الحياه. دونك ملي يجي خروطو ممنوش يبغي يضيع لك الوقت ديالك غتقول لي بكل حزم شريف ما طيحش ليا حياتي الله يجازيك بخير صافي غتزاد زعما بدات. دابا انت عندك 24 25 26 عام كتقول غانيا نضيع حياتي مع هذا مع الصراط بيس باقي الحال اون فوا ديباسي 30 عام شريف يضيع لك شي واحد شي ساعه تبقى مصمم كتسناه غتحماق يضيع لك شي وحده شي ساعتين تبقى مبلوكي ويلي ويلي اسعار ما يمكنش ما يمكنش. دابا حنا فنا 30 عام فهاد فنا 30 عام دابا راه هذا انا عندي واحد البرينسيپ اللي هو حنايا كاملين ارتكبنا اغلاط اها سواء ان دي زيرور دو جوجمون ولا شي حاجه كنا انطونتيف ما ديرناش ليها البال. من الواجب ديالنا مع هاد لي ريزو سوسيو كل واحد فينا عنده اون سيغتان فيزيبيليتي يوجه واحد الميساج ديال شي اغلاط دار هو في الحياه ديالو لهاد لا جينيراسيون اللي طالعه ياخذ معها الاجر ونحاول ونتحاول هاد لا جينيراسيون ما ديرش شي اغلاط درناهم حنا. دابا بلاتي دابا احسن من دريك ضيعنا الوقت اللي كتقولها. دابا شحال واحد سنيتي ساعه شحال واحد سنيتي ساعتين سنينا بما فيه الكفايه. دابا ما يمكنش دابا ما يمكنش لا صعيب ملي كديباسي ان سيغتان اج كتعرف بالقيمه ديال الوقت والعمر ديالك العمر ديالك خصك تاكسبلواتي في شي حاجه اللي غتخلي النفع وغتخلي واحد الاثر طيب تضيعوا هباء المنثور غتحاسب عليه غتحاسب عليه هنايا قبل الاخيره بيان سور بيان سور. ونقدروا نقولوا انه دابا الفيديو اللي كدير سي يعني على حساب لي زيكسبيريونس اللي دوزتي نتايا داكشي اللي كتعيش نتايا وكما تقول لا فيزيون ديالك وي اكزاكتومون. دابا دابا هذه القضيه ديال لا فيزيون هي فلسفه هاد الفلسفه ما كتزادش بها خصك تكون عشتي شي تجارب في الحياه وكونتي واحد النظره على الحياه باش تولي عندك واحد الفلسفه. هاد الفلسفه تقدر تكون عندي انايا وانت عندك فلسفه اخرى مغايره على حسب التجارب اللي درتي ولكن نقدروا نتلاقاو في دي ريغل في واحد لي نوسيون يونيفرسيل ديال الكون. هاد لي نوسيون يونيفرسيل بحال الوقت بحال الاوبتيميزم بانك تكون متفائل في الحياه هادشي نقدروا نتفقوا فيه حيت مسائل كونيه ومسائل اللي لا نقاش فيها وبروفي بان لا كانت عندك واحد النظره زوينه للحياه راه لونيفير فا كونسبيري باش تجيك واحد شي حوايج زوينين في الحياه. كنتي متشائم كنتي سلبي اوتوماتيكمون غتامباكتي هذاك الانفيرونمون ديالك هذاك المحيط هذاك المجال حتى هو غيكون سلبي وهضرتك خرجات سلبيه راه غترجع لك بالسلبي. ورا جوستومون هذه القضيه اللي كنطرح انا بارفا كنشوف انه يعني كيفاش انك انت تكون انفلونسي وتاثر في الناس وانت الحياه ديالك العاديه دونك عايش واحد كما تقولوا دي بان عايش واحد في ديبرسيون عايش هذه الحوايج وفحال قلتي في لي ريزو سوسيو كتبين واحد وجه اخر اذا كاين واحد التناقض كبير. هذا التناقض صعيب حيت كما قلنا هذا في الوقت كل ما زاد هذاك التناقض كل ما امباكتي نيجاتيفمون هذاك السيد اللي عايش هذاك التناقض. دونك الا بغيتي تعطي ان ميساج بوزيتيف خصك انت اصلا تكون كتشوف هذيك الحياه بنظره ايجابيه لكن شي كتشوفها بنظره سلبيه راه اصلا راه ما غيكون السلبي من بعد تقدر تكون كدير لانستيزي البنج راسك في هذيك لا بيريود ولكن ماشي رابور البنج البنج ماشي رابور البنج لا ماشي رابور البنج كملي كملي فهد تفضل جميل. من بعد غيبانوا مشاكل كبيره دونك خصك تامن تكون عندك ديك لا فيلوزوفي غير امن بها باش توصل للناس وفي الميساج ديالك تكون واحد اون سيغتان سانسيريتي تكون صراحه والناس يقيسوا لاقاس الناس هذيك لينيرجي ديالك بوزيتيف الطاقه الايجابيه راه اوتوماتيكمون غيكون واحد الامباكت واحد الفيدباك حتى هو غيكون بوزيتيف. سي فري واش اللي كيخلي انه يعني بارفوا يعني داك ما تكونش فيديو مثلا كتصايبو خارج من يعني من لو كور ديالك خارج من فهمتي من الداخل اوتوماتيكمون تيوصل الناس راه تعرفوك واش كتكذب عليهم ولا كتغمق عليهم ولا كتجيب بصح. المغاربه تبارك الله يسون انتيليجون وراه قلنا 94% راه عندهم كيشوفوا يفون لا ديفيرونس كيديروا الفرق
بون على العموم كما تقولوا بزاف ديال الحوايج مازال غادي نتكلموا فيهم. غادي نتكلموا على لو كونتوني اللي كدير ايضا, لان انت كتشوف لا بروموسيون ديال المغرب تبارك الله, كتمشي بزاف ديال لي فيل وكتسافر بزاف ديال لي فيل وكدير ستوريات في الطروط بزاف ديال الليله مال ديال الهيله مال وكدير داكشي ديال التايم لابس وكتزرب لي انا مسج فهاد. ما فكرتيش دير مثلا شي سميه ولا شي حاجه مسيو كوتش شي سميه بحال هكا شي شتو شي هاش لعبها معروف واحد لو كونسيبت سميتو ام كي ام, ما كاينش مشاكل ام كي ام, ام كي ام ما كاينش مشاكل لا كوميونيتي راه كتعرف هاد لو تيرم هذا شنو كيعني, ولكن فضلت نبقى فهاد راجيستيم. راه كاين بزاف ديال ديال التيرم كاين ام كي ام كتقول لهم الهيلمان حتى الهيلمان هو الخير الكثير. جاء السلطان بهيلمانه جاء معه وجاء معه الخير الكثير. كيعجبوك الافلام التاريخيه بزاف؟ وي ارطغرل ارطغرل هذاك المسلسل تبعتو تبعت هذاك ديال ولدو حتى هو عثمان 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 عثمان. انا اي حاجه فيها شويه كي غابور افيك ليستوار والتاريخ والخيل والخيل فوالا كيعجبك الخيل بزاف كيعجبني الخيل فداكو. الوغ رجعوا لي ريزو سوسيو, رجعوا نتكلموا على يعني اليوم كيفاش لي ريزو سوسيو انهم يقدروا يساعدوا بزاف ديال يعني لي جون حتى باش يبينوا مثلا الكونتوني ديالهم. اليوم انت كدير يعني بزاف ديال لي زاكسيون ايضا, يعني كدير لا بروموسيون ديال ديال بزاف ديال المدن المغربيه وكتوريهم الناس وايضا كتمشي وكتسافر بزاف. فهاد القضيه هادي واحد جو بونس يديرها بار بليزير وما يديرهاش انه ياخذها كما تنقولوا غير على قبل بحال الشكل ديال مثلا دير شي خدمه ولا شي حاجه. انت ملي كتسافر واش سي بور لو بليزير ديالك بروميرمون ولا غير بور باش توري الناس فوالا لي بيزاج اللي كاينين؟ هاد السنه هادي دازت صعيبه على المغرب. هاد الازمه ديال كوفيد 19 كانوا التاثيرات ديال الاقتصاديه الاجتماعيه كان بزاف د الحوايج. انا بحكم اشتغالي في ميدان ديال السياحه سافرت بزاف في الحياه ديالي ووصلت لشي مناطق اللي بالنسبه للمغاربه اللي عايشين مراكش كازا الرباط كتكون بعيده وما عندهمش واحد الصوره واضحه على ديك المنطقه وكيفاش كيعيشوا هذوك المغاربه. هاد العام كانوا بزاف ديال لي زاكسون بزاف ديال العمليات انسانيه داروا من قبل الجمعيات وكنت انا متطوع مع هذه الجمعيات. دونك وصلنا وقصنا هذاك بالملموس المعاناه اللي عانوا المغاربه وكيعانيوا في هذاك المغرب العميق زائد في واحد الظرفيه ديال الازمه ديال كوفيد 19. دونك فهمت بان المغرب اليوم ما يمكنش ليه يدير فرق ما بين المغرب العميق والمغرب ديال كازا والرباط واللي فيه لي زانفراستركتور. خصنا واحد العمليه نلاقيو الواقع اللي كيعيشوه المغاربه خوتنا في المغرب العميق والناس اللي كيعانيو مع المغاربه اللي كاينين في كازا والرباط. دونك اسهل طريقه هي لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو ملي كتمشي لهذيك المنطقه خصك توصل ليماج, توصل ليماج زوينه ديال المناظر الطبيعيه وديال الطيبه ديال دوك الناس واو ميم طون توصل ليماج ديال المعاناه. هذه الطريقه الوحيده باش المغربي اللي يعيش في المغرب يعرف الواقع ديال البلد اون جينيرال. شكون واقع الا بغينا نزيدو خصنا نزيدو كاملين, تزيدو كاملين القدام, يزيد الدوار وتزيد كازا وتزيد الرباط وتزيد تازا وبويبلان. والحمد لله مع جمعيه عطاء وجمعيه روى قدرنا باش نحققوا بزاف ديال المسائل وبزاف ديال الانجازات على ارض الواقع اللي قاسوها خوتنا المغاربه اللي قاسوها المغاربه. ودابا بلوس دو جون شباب اكثر يتطوعون في هذا المجال الحمد لله. والحمد لله هذا هو سيتي لوبجيكتيف باش تميدياتيزي لاكسيون, حيت اليوم بكل واقع اي حاجه باش يكون عندها امباكت باش يكون عندها واحد الواقع ملموس في ارض الواقع خصها لا ميدياتيزاسيون او نيفو دي ريزو سوسيو. حيت علاش رجعنا عاوتاني رجعنا القضيه اللي قلنا قبيله بان 94% ديال المغاربه ايسون كونيكتي. دونك اسهل طريقه باش توصل ليه هو هذاك السمارت فون, هو توصل ليه هذيك ستوري, هو توصل ليه هذيك ليماج. بيان سور كلشي كيشوف ضيا نقدر نقول واحد الوقيته يعني واحد لا فيديو اللي كلشي تبعها ديال واحد الدري اللي كان في واحد يعني كان في واحد الدوار وقال لهم انه مع عبد السلام وقت البرد. ضيا نقدر نقول ديك لا بروميير فوا فاش درنا جو بونس كنت صيفط لك واحد الميساج قلت لك فوالا قلت لي بون راه حنا كنت كنف الامور مضبوطه. ابخي شنو درتو مشيتو هذيك فيديو اللي كنت تفاعل معاه بزاف ديال المغرب. دونك نتوما اش درتو؟ خديتو لينيسياتيف ومشيتو سافرتو قلبتو على عبد السلام وتلاقيتو معاه والحمد لله يعني وفرتو كاع داكشي اللي كان خصو يتوفر. فاليوم نقدر نقول لكم انه يعني باش دير هادشي كياخذ لك بروميرمون الوقت, خاص ان بيدجي, خاص بزاف ديال الحوايج, خاص لوجيستيك يعني كتجيبوا الحوايج. فبغيت نعرف منين كتجيبوا هاد لي سورس ديالكم باش كتحركوا وكديروا دي زاكسيون؟ هي لا سورس جمعيه عطاء ولا جمعيه طراوه عندها اون ايكيب
اون ايكيب اللي كتكلف بلا كوليكت ديال لو فون لي فون وكتجمع لي دون مع الناس وكدير عمليه ديال ديسباتشينغ ديال دوك الاحتياجات ديال الناس باغ اكزومبل هاد الدوار هذا كيتحط في البلانينغ غنمشيو عنده في لا بيريود ديال الشتاء ملي كتكون كيكون ثلج كتكون الطريق مقطوعه كيمشيو كيوفروا لهم بعض من المستلزمات ديالو وهادشي كيتميدياتيزا في لي ريزو سوسيو باش جمعيات اخرى دير حتى هي نفس القضيه وتحاول باش تشوف هذاك لو بوزوان اللي كيف مناطق اخرى والحمد لله كاين واحد دابا واحد المنافسه كلش واحد المنافسه واحد المنافسه انا كتبان لي ايجابيه حيت كل ما تانتريساو لي جون لهذا العمل التطوعي وهادشي كل ما صافا سو ريبيركوتي سور لا سوسيتي غير المردود الايجابي على المجتمع ان شاء الله وجوستمون كما تقول هذا هو الدور ديال لي سوسيو انك اليوم انت اللي كنتي يعني مؤثر وكتبارطاج لي ستوري ديالك كيشوفهم واحد العدد تبارك الله ديال الناس وكيشوفهم يعني ومتبعين معاك يعني اي حاجه كدير متبعين معاك فما كنتيش غدير شي حاجه ديال الخير وشي حاجه دو بيان وتعاون تساعد انك كتعاون الناس فاش بونس انك ما كاينلاش بقى يعني دير هذا هو خويا ناني راه ملي كتمشي انت ليكسبيريونس الاولى راه كتنفع راسك انت على باز حيت كتمشي كتعيش شي احاسيس واحد كتكون في واحد الجو ديال الحقيقه والتعامل ديال الناس ودوك الابتسامات ديال دوك الاطفال راه نفسيا انت كترجع بواحد الراحه وكترجع بواحد لا فيزيون جديده على 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 ذاك الواقع المعاش في واحد المجتمع ديال الاستهلاكي ما كيبقاوش عندك دوك المشاكل كتشوفهم الاولويات لي غون بروبليم كيبقى كيولي عندك تافهين بارابور لداكشي اللي عشتي وبارابور داكشي اللي شفتي كتاخذ الحياه ببساطه راه انت ملي كتمشي لهذا العمل التطوعي راه انت اللي مستفيد في الاول على الروح ديالك على النفس ديالك على النظره ديالك للحياه عاد من بعد كيجي هذيك الاستفاده الماديه اللي ديتي لهذوك الناس وهادشي اللي بغينا حنا الشباب نوصلوا ليه هذاك لو بليزير ديالاش ديال لو بارطاج وشي تعاون الاخر راه انت في الاخر المطاف اللي مستفد راه اللي كتستافد داكور وما كنتيكش انه اليوم كاين بعض الانفلونسور ما تنعممش كاين كندوي كاين واحد الفئه منهم يعني شي كيفلكس على شي كيبغي يبان انا مشي هنا انا جانا بورطون حتى شي حاجه حتى شي نقدر نقولوا حتى شي عمره مثلا ما يعني ساعد شي واحد ولا عاونوا ولا غير بارطاج ديال ستوري ما تخسر عليها والو شوف خويا ناني ما يمكنش حنا نحكموا على النوايا ديال الناس ولا هذاك الشيء اللي داير بهم لا ما كنحكمش على النوايا كنحكم مثلا غير انك حتى اوطون كانفلونسور مثلا تبعك واحد 3 ولا 4 ولا شي با 5 مليون ديال الناس فيعني غير داك بارطاج ديال شي حاجه راه انت ما قدرتيش ديرو واحد اخر يقدر يدير يتبعك فهمتي انا نهضر لك على دوك لي زيكسبيريونس اللي عشت مع لي غران انفلونسور اللي كاينين في المغرب مشى معنا سي مسدراتي مشى معنا عادل التاويل مشى معنا مصطفى سوينغا مشى معنا ممثلين سي عدنان موجا واحد الجو ديال هذوك الناس اللي ما كنتيش كتعرفهم ملي كتمشي كتعيش معاهم هذوك الاكسبيريونس كتعرف بان راه ما كاينش بروتوكول ما كاين الواقع ديالهم ناس العمر هضر الاخرين هذوك كاينين شي ناس اللي تقدر تاخذ هذا بواحد من واحد المنطق ديالاش غنمشي ندير هادشي بور لو بوز باش الناس يزيدوا هذاك الشيء كيكون اني كيكون في واحد الربح ديالو اني الربح حيت ملي كتكون كدير داكشي من القلب راه كتوصل للمغاربه المغاربه سي ان بوبل ايموتيف ايموسيونيل كيتعاملوا بالعاطفه والعاطفه ديالهم راه حتى هي راه كاين واحد الانتيليجونس كما كنقولوا ايموسيونيل كيعرفوا داكشي اللي خرج من القلب وهداكشي اللي مديور باش ليماج باش تصاور باش هادي دونك انا على ليكسبيريونس اللي عشت هاد الدراري والوليدات اللي مشاو معانا كان هذاك الشيء من القلب والله ما هضر الدراري كما ذكرتي تبارك الله يعني كيبانوا انهم الحمد لله اليوم ناجحين دونك علاش باسكو بريميرمون يعني النيه ديالهم مزيانه ثانيا يعني كيديروا دي بون كونتوني وكيبغيو يعني الخير للناس اكزاكتومون الخير للناس وكانوا شي تجارب زعما انسانيه الدموع طاحوا لينا صافي ودي قد يقدروا اليوم يعني واحد لي زاكسيون اللي كديرهم كتسافروا بلايص اخرين انه اليوم يعني نقدر نقول بزاف ديال الناس يعني كيعيشوا مثلا في مدن كبار ولكن ما عارفينش شنو كيوقع مثلا في هذوك الدواور اللي بعض المرات ما كيلقاوش الماء ما تلقاوش الضوء كيجيو يعني ما ديال البرد صراحه كيتعذبوا بزاف كيقلبوا على الحطب دونك كاين واحد المعاناه واحد اليوم يعني خصو يحمد الله وشكرو انه حنا عايشين في واحد النعمه اللي ما نقدروا نقولوا واحد ميشا البسيطه سي يوسف يونس من بعد هاد لي زاكسيون ولاو الناس كيمشيو كيديروا دي فواياج سوفاج
كيمشي هو في العظم يمشي للوتيل كي الساك ديالو ميسور الحال وكيمشيو الناس كيمشيو كيباتوا عند دوك الناس في الدواور كيعيشوا ديك الحياه ديالو تلقى لو بليزير ديالو تما كيلقى لو بليزير ديالو كيتكونيكت مع لا ناتور كيتكونيكت مع الطبيعه وكيتخلقوا علاقات انسانيه كيبقاو الناس كاينين الناس اللي تكلفوا بالدراسه ديال الاولاد هذوك الناس اللي باتوا عندهم ولاو شي حوايج زعما خص لاكسيون خاص هذاك الفعل اللي غيولد هذا ردات الفعل وغيولد هذا الشيء وهذا الشيء اللي كنشجعوا عليه الناس هذا هو الدور ديالكم هذا هو الدور ديال كل يوم نتوما انكم كتبداو ابخي يكون بزاف ديال الناس اللي كيديروا فحالكم انا دانييرمون كنت واحد القضيه درتها وعجبتني بزاف وصراحه فرحت كنفرح دونك دانييرمون كنت بوستيت انا واحد يعني السيده اللي كانت هزه لو سيفي ديال ولدها وي وتبعت معك هذه ليستوار وبوستيت درتي واحد لا ستوري جو بونس ميم با نهار تقريبا ما يمكنش 30 مينوت 30 مينوت الحمد لله الحمد سبحان الله غير باش نقرب المستمعين اكثر شنو وقع الوغ نخليك تعاود هذه ليستوار تعاود انا اون امي معنا في لا كوميونيتي صيفطات لي ميساج قالت لي شرحت لي الوضعيه ديال السيده قالت لي راه لقيتها اون فاس مع كازا فواياجور يوميا كتوقف تما كتبيع كلينكس من 7 الصباح حتى 7 العشيه وبعد ماشي مره كتطلب ماشي مره كتطلب فوالا دونك كتبيع وبعد المرات كتعطيك الكلينكس كتقول لك هير سير ودي يوميا هزه معاه السيفي ديال ولدها ولدها بغاتو يخدم وما لقاش فرصه ديال العمل مع هادشي ديال لا كريز قالت لي واش يمكن لك دير شي ابل دونك شديت انايا الكونتوني اللي صيفطات ليا شفت داك الشيء درت واحد ثلاثه ستوريات ستوري الاولى فيها ديك الصوره ديال السيده وجهها مخبي هزه السي في ديال ولدها والستوري الثانيه فيها السي في دونك هذاك لقى اقبال كبير الحمد لله واحد نص ساعه صيفطات لي واحد السيده قالت لي راه غدا غندوز لي لونتروتيان وان شاء الله راه غيبدا خدام معنا نهار اثنين بدا خدام تروكريتا صافي الحمد لله وهو تروكريتا في واحد المجال اللي ماشي هو المجال ديالو هو كيدير ديزاين وعنده شي 18 19 عام وهذا العام غيدوز باك ليبر ولكن احسن حاجه اللي وقعت بان واحد السيده في كندا تشوف راسناش في كندا عيطات ليه وقالت لي انا جي بيزوان دو توا في ديزاين سير خدم مع هاد الناس دخل بعد واحد المصروف ديالك ولكن هادوك لي ديزاين اللي غيخصوني صيبهم ليا نتا وهضر معايا الولد قال لي هذه القضيه اللي فرحتني اكثر انني انا ما غلاشيش هذاك السيكتور ديالي هذيك لاكتيفيتي ديالي داكشي اللي كنبغي نديرو من القلب غنبقى نديرو ندخل من الخدمه ونصايب ليها لي ديزاين حتى ان شاء الله يوصل لواحد النهار لهذاك لوبجيكتيف ديالو اللي يكون مرتاح في داكشي اللي كيدير والوالده ديالو مرتاحه وهادشي كامل ناني ديال الله الحمد لله هادو اسباب حنا انت كدير السبب والله كيستر كمل على الله سبحانه وتعالى واش دابا هادشي كنقول لك انه دابا اون سامبل ستوري ما خسرتي والو درتي ستوري الحمد لله الناس فعلوا معك يسر الله دونك كما تقولوا التاثير والقوه ديال لي ريزو سوسيو الوغ لكتي مثلا اليوم راه كنعرف راه شي واحد يعني كنعرف بلا ما نذكر بعض الفنانه وبعض الزارتيست كيصيفط لك بارطاجي ليا دير معايا بارطاجي ليا ولكن كتلقى واحد مسكين حتى هو شاب حتى هو يلا باغي يبدا الباركور ديالو وديك الارتيست هو ما كيبارطاجيش معاه بون كاين شويه ديال ليغو كاين شويه ديال لا غيشوفوني ما غيشوفوني كما تقول كاريزما ديالك اكسيتيرا مي واحد كما قلت كيصفي النيه ديالو الله وكيخلي هذا واحد الاجر اللي كيمشي كيبقى بينك وبين الله فاوتوماتيكمون الامور كتقدر ربي ما كيسر ربي ما كيخيب حتى شي واحد هادشي شوف ما خصوش بزاف الكالكول الحسابات ما خصوش الكالكول كاع بحال الا جاتك شي فرصه في الدنيا في هذا الزمان باش تخلي واحد الاثر طيب فيها غتوكل على الله فوالا ما تفكرش بزاف سواء كنتي وزير كنتي ستار كنتي مغني كنتي اي حاجه وهاد القضيه اللي كتجرنا نهضروا على واحد القضيه اخرى ان تقول لك كاين واحد تقول لي بغى يدير خير يديرو يعني مستور بلا ما يبين وكاين تقول لك انه خص يديرو باش يشجع يعني الناس اخرين دونك سا ديبون دابا الناس مقامات نعطيك اكزومبل بسيط انا شي صحابي كاينين هنا في كازا ميستر عليهم الله لاكتيفيتي ديالهم خدام ولكن هو ملي كيبغي يدير الخير ما خصوش افيشه حيت لا تافيشه شنو غيوقع اللي جا غيبغي يقصدو سي فري اللي احتاج شي حاجه يقول لي السلام عليكم هذه من المبدا الاول ديالاش ديال لاكتيفيتي ديالو باش يبقى مرتاح في حياته دونك ملي كيدير الخير كيديرو مخبي كيقول لك شوف انايا وزائد هذاك هذيك لا ساتيسفاكسيون داك الاحساس اللي كيشعر به بانه كيديروا بينه وبين مولاه هذاك الشعور داخلي ما يمكنش حتى شي واحد يدخل لي فيه و او ميم طون كاين الجمعيه هي اللي كتاخذ داك الفلوس ديال داك لو دون وخصها توصلها دونك ملي خصها توصلها خصها دير اعلام خصها يشوف هذاك السيد اللي عطى فلوسو فين وصلوا وشنو دار بهم وزائد بان هذاك الشيء اللي دار خاص جمعيه اخرى وخاص ناس اخرين يقتدوا به
ويوقع تأثير في جوج النواحي، تأثير في الواقع على أرض الواقع بأن راه داروا بهذا الشيء وبأن الناس بدلات الوضعية ديالهم، والتأثير الثاني تأثير في اللاوعي ديال الإنسان بأن راه أنت تقدر دير هذا الشيء وتقدر تساهم.